شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإخوانه إخواني أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة في القمة الخليجية الطارئة التي عقدت هذا اليوم في قصر الصفا بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله.